سبحانه وتعالى حينما ابتلى سيدنا إبراهيم بأن يذبح إسماعيل وأن يذبحه لا بوحي صريح ولكن برؤيا، ومش ينذبح من غيره وهو يصبر على فقده، لا هو اللي ايه، هو اللي يذبحه. شوف بقى الابتلاء قد ايه، ولا جالوش له الا على اخر ايه عمره. شوف شوف الملابسات، ملابسات قاسيه على النفس ولا لا؟ لكن ربنا قال ان ابراهيم كان امه، واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. لما جه علشان يذبح، شوف بقى، شوف رحموت النبوة، لم يشأ أن يأخذ ولده أخذا ويجيب السكينة كده ويذبحه. ليه؟ لأنه سيعرض ولده لحظة لهاجس عقوق لأبيه. يقول إيه الرجل اللي ما عندوش قلب ده، إيه الرجل اللي كذا. قال له لا، المسألة عشان يشاركوا في الثواب ويبقى خاضع راخ. قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وفي المنام شوف بيديله الإيه، إني أرى في المنام أني أذبحك. أنت شايف إيه بقى؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر. افعل ما إيه؟ برضو ردها له. أسلم ولا ما أسلمش؟ راح. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الإيه؟ رضي بالقضاء، فرفع الله القضاء وفديناه بإتعلمنا ديا أنك إذا ما جاء لك قضاء من الله إياك أن تسخط، إياك أن تغضب، إياك أن تتمرد، لأنك بذلك تطيل أمد القضاء عليك. ولكن سلم له كده ربنا يرفع له، لا يرفع قضاء حتى يرضى إيه. فلما أسلم الاثنين وتله للجبين وناديناه أن يا ابن قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فديناه بإيه؟ ومش بس فديناه بذبح عظيم، وبشرناه بإسحاق، نجيب لك كمان ولد. وإسحاق بعدين قال لك ومن وراء إسحاق إيه؟ يعقوب. ومن وراء إيه؟ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني أمر إيه؟ أمر زائد نافلة. الحق سبحانه وتعالى نافلة لقالك لأنه هو يكون خصوص، يعني خصوصيات الطلب إن الإنسان يطلب ولد. أم قال له ده أنا مش هديك ولد يحفظ لك ذكر الدعوة أو ذكر النبوة أو ذكر العيش في منهج الله للأسوة، مش بس هديك جيل واحد، أنا هديك إيه. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى ده الايه النفس. اذا